الكارو هكذا يطلق عليها اختصارا، وسيلة النقل الوحيدة الأكثر رواجا اليوم في قطاع غزة، عربة نقل بدائية رغم بطئها في الوصول إلى المكان المقصود، إلا أنها أضحت عملة نادرة محظوظ من يمتلكها. اليوم كله حاطوا عشقة بيدور حمار. اليوم تلاقي المختار اللي عنده شركة اللي عنده بروح بيلم بيجيب مصاري مشان يشتري حمار. الأول كان سبب الأكل تبحد، كان زمان رطل الشعير رطل العلف حقه 14، اليوم حقه 40. أول سبب هذا إشي، ثاني إشي انقطاع البنزين، انقطاع الصلب، فيش بديل عن فيش إشي يتحرك فيه الإنسان الغزاوي إلا الحمير والحصان. هنا لا أحد يمكنه الاستغناء عن تلك العربات التي تجوب شوارع مدينة رفح يومياً، تنقل عدداً كبيراً من النازحين والباحثين عن احتياجاتهم وسط مصاعب من نفاذ الوقود. أي حصان بنبغص من ما بنجرح أو أي حاجة زيه زي البنادة. الدابة الخرسة لا بتضر، بتنقل أقول لك العيانين والمرضى والاختيارية. إيه السيارات في الشيء سيري بيشغلوا السيارات على السيري. وسيلة نقل على بساطتها لكن خدماتها مطلوبة جدا بين أغلب العائلات في القطاع، فطيلة أيام الحرب المرهقة والصعبة كانت تمثل أفضل الحلول لنقل وإجلاء المصابين. كثيرون في غزة يرغبون في امتلاكها وآخرون مجبرون على إيجارها رغم ارتفاع تكلفتها عشرات المرات، تكلفة تتفاوت حسب المسافات وعدد الركاب وحجم المواد المراد نقلها، فضلا عن النقص الفادح في الشعير والتبن لإطعام الحيوانات التي تجرها. عدد الكرات بجني أكثر من السيارات بمليون مرة. اليوم طول النهار أنا بشتغل 4 سيارات 5 سيارات، بشتغل كل يوم بال50 كارة بال30 كارة بال40 كارة. أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في قطاع غزة، وآلة الاحتلال ما تزال تفتك بشعب أعزل وتحاصره من كل حدب وصوب، وهو يحاول إيجاد متنفس للحياة من ثقوب المعاناة.